السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، اهلا وسهلا بكم ولقاء جديد من محافظه دمياط. احنا النهارده امام موهبه جديده هنقدمها لحضراتكم عبر موقعكم موقع اليوم السابع. النهارده معانا شروق. شروق موهبه في الرسم، يعني ما زالت بتبتدي طريقها واولى خطواتها في هوايتها اللي هو الرسم. شروق طالبة في مدرسة دمياط الزخرفية، عندها 17 سنة ويمكن بدأت الرسم من سنتين تقريبا. هنسيب بقى شروق تحكي لنا قصتها ايه مع الرسم وامتى ابتدت وايه حلمها. ازيك يا شروق؟ عايزين صوتنا يعلى اكتر. قولي لنا يا شروق، انت بدأتي، قلت لنا ان انت بدأ الرسم وانت عندك 15 سنة. مين بقى اللي قالك او مين اللي اكتشفك في الموضوع ده؟ وانا صغيرة كنت بحب الآلات والرسومات، وبعدين لما كان عندي 15 سنة بقى جبت صور وحاولت أرسم. يعني وانت صغيرة كنت بتقلدي الرسم؟ بس رسومات بسيطة، يعني مش بورتريهات كده. ولما بقى عندي 15 سنة حاولت أرسم بورتريهات وأقلدها وكده، تبقى في التليفون وأرسم زيها. مين بقى، يعني انت ازاي اتعلمتي التظليل وازاي اتعلمتي الأبعاد؟ حد علمك ولا دي انت اللي علمتيها لنفسك؟ علمت نفسي واحدة واحدة، كانت أول مرة مش مظبوطة وبعدين اتظبط واحدة واحدة يعني. طب يعني ده انت مثلا شفتي على اليوتيوب ولا انت ده من النظر كده شفتها؟ في الأول شفت فيديوهين كده بس على اليوتيوب، وبعدين حاولت أرسم لوحدي. يعني انت اتفرجتي الأول على اليوتيوب فيديو أو اتنين وبعدين بدأت ترسمي لوحدي. اللوحة دي مين اللي جابها لك؟ يعني وريها لنا كده. وريها لنا. دي انت اخدتي فيها قد ايه الاول؟ 3 ايام، يوم اوت لاين وبعدين يوم ايه؟ يوم رسمت الاوت لاين. اوت لاين. تاني يوم ظللت فيها شويه، وتالت يوم ظللت فيها خلصتها. دي بتعبر عن ايه دي؟ ولا ده حد مثلا انت شفتيه؟ لا، انا هو بحاول ارسم راجل عجوز يعني، والتجاعيد وكده. تقاسيم بقى وبتجيبي تفاصيل في الوش. وبرسم واحده واحده عشان تطلع شبه. انت اكتر رسمه حسيت ان في تفاصيل كتير وحسيت ان انت معجبه جدا بيها وبتعتزي بيها كانت اي رسمه؟ دي اكتر واحده فيها تفاصيل كده. ودي اكتر واحده انت بتحبيها يعني؟ مفيش رسومات تاني؟ لا، كل الرسومات اللي انا برسمها بحبها، بس دي اكتر واحده تعبت فيها يعني. طب ورينا بقى كده الرسومات بتاعتك. يعني اعزائي مشاهدي اليوم السابع، يمكن احنا بنقدم يعني اعزائي مشاهدي اليوم السابع يمكن احنا بنقدم دايما ونكون حريصين على اننا نقدم النماذج الايجابيه، ويمكن احنا قدامنا نموذج من النماذج دي. شروق، احكي لنا بقى شروق دي ده ايه؟ ده ان هي اخت بتحضن اختها وتحسسها بالامان. ايه الصوت تاني؟ ان البنت بتحضن اختها وتحسسها بالامان. دي افكار انت بتجيبيها من على الفور ولا بتيجي في دماغك انت؟ ما حاولتيش ترسمي مثلا شخصيات مشهورة؟ كنت بحاول الفترة الأخيرة أرسم شخصيات مشهورة، بس حلمك إيه يا شروق؟ يعني كل واحد بيبقى موهوب في حاجة، بيبقى عايز يعمل منها حاجة وعنده حلم، إيه الحلم اللي جواكي؟ نفسي أرسم كتير، وحلم إن أنا أبقى فنانة مشهورة كده. يعني حلمك تبقي فنانة مشهورة في الرسم؟ واللوح لو حد بتاعتنا بقى تسافر بره مصر والكلام ده. طب مين في الاسره ليه الدور الابرز في انه بيدعمك، بابا ولا ماما؟ اكتر حد بيدعمك فيهم مين؟ خايفين احنا صح؟ لا قولوا. الاثنين بيدعموك. طب قولي لي انت لما بترسمي رسمه حلوه بتاخدي راي مين في الافكار؟ باخد راي ماما واخواتي. يعني مثلا إيه، انت داخله على رسمه جديده اهو، فبتاخدي راي مين؟ بسال ماما عليها. ماما مش موجوده مثلا، بسال اخواتي. شروق، احنا بنشكرك جدا جدا على لقائنا بيكي ده. يعني اعزائي مشاهدي اليوم السابع، احنا حابين ان احنا نركز على اللوحات اللي شروق بتقدمها، ويمكن زي ما انتم شايفين. استني، ايه ده؟ انت عملتها في كام يوم دي؟ ثلاثة. ثلاثة برضه.
يعني شوفوا احنا عايزين نقول لحضراتكم او نلفت نظركم ان اللوحات اللي احنا بنشوفها دي هي موجوده مع موهبه لسه في بدايه طريقها ولسه في بدايه مشوارها ولسه بتتعلم ازاي تشتغل وازاي تسكن موهبتها، ولكن هي عندها حلم وحلمها اكيد هيكون يعني هتوصل له باذن الله. احنا مشكورك جدا يا شروق وبالتوفيق ليك يا رب. اعزائي مشاهدي اليوم السابع، لا هنا انتهى لقائنا مع موهبه الرسم في محافظه دمياط شروق بنت محافظه دمياط، واشكركم والسلام عليكم.